اذا حابين نجيب لكم وصفات صحيه سريعه اي سورتو بنينه، ديروا لي جيم وابوني. عندنا في قدره نديروا المغله، عندنا سورس دو كربون مثلا هنا استعملنا المقارون، تقدروا تستعملوا سباغيتي ولا روز ولا كيف ما تبغوا. بالنسبه للسورس دو بروتيين استعملنا سكالوب، تقدروا تستعملوا البيض ولا اللحم ولا الحوت، انتم اختياراتكم. راني نشوف فيكم مازال ما درتوليش ابوني، هيا راني نشوف فيكم. المهم عندنا التوابل تاع السكالوب، الكركم، الثوم، الفلفل الكحل، وعندنا الملح. نديرو سكالو التوابل السكالوب ديالنا ونخليوه يشربوه مليح. بالنسبه للخطوه الثانيه عندنا المقله، نغشو شويه باش العجوج ما طردناش وباش السكالوب ديالنا ما يسقناش. المقله نديرو غير شويه زيت، التوابل ديروش. نديرو السكالوب ديالنا طيب على نار هاديه. نصيحتي لكم بالنسبه للالياف، الالياف ولا لي فيبر من جيبوهم، جيبوهم من الطماطم ولا من الفلفل ولا من الخيار كيف ما تبغوا. انا مثلا هنا استعملت درت دي بوا، درت فيهم الطوماطيش وجدت هكذاك باش ابخي ما نعجزش. المهم دوكا عندنا وجبه كامله متكامله من كارب، من فيبر، اي سورتو من بروتين. الحمد لله، دعوا لنا دعوه الخير، كوراجيوني وديروا لي ابوني وديروا لنا كومونتير شباب، وشكرا.